رحلت عن عالمنا الطفلة ماجي مؤمن، أحد المصابين في حديث الانفجار الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية في العباسية الأسبوع الماضي، والتي كانت تتلقى العلاج في مستشفى الجلاء العسكري. فالطفلة البالغة من العمر 10 سنوات وطالبة بالصف الرابع الابتدائي كانت لاعبة كرة طائرة بنادي وادي دجلة، أصيبت في الانفجار بشظية أدت إلى كسر في الجمجمة وتهتك في الرئة، دخلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة، فيما أصيبت والدتها التي كانت صحبتها بشظية في العين اليمنى وفقدان جزئي للسمع. البنت ماجي كانت ملاك واستحقت انها تاخد الكرامة العظيمة ان هي تبقى شهيدة على اسم المسيح. واحنا متأسفين على الحادث اللي حصل، وبنعزي الام والاب، نقول لهم ما تزعلوش ما تزعلوا، انتوا عندكم شهيدة، واحنا هنطلب انها هي تصل لنا وتخلي بالها علينا. رحلت عن عالمنا طفلة بريئة، كل ما كانت تقوم به في حياتها هو ذهابها للمدرسة والنادي وإلى الكنيسة ثم عودتها إلى البيت، ولكنها هذه المرة لم تعد للبيت، بل زفت إلى السماء، والتي أوصى والدها للحاضرين بارتداء الملابس البيضاء. وفاة لطفلة بريئة أثارت حالة من الحزن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها كان من المقرر أن تكمل علاجها خارج مصر، ولكنها فارقت الحياة، وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مراسم تأبين للاعبة في 6 يناير القادم بنادي دجلة بحضور مجلس إدارة الاتحاد بالكامل وأسرة وأهالي الشهيدة. فرحمة الله على أصغر شهيدة بحادث الكنيسة البطرسية. يعني بنت طبعا زي القمر، يعني الله يرحمها ويصبر أهلها يا رب.